أمتعكم الله بنعيمه ورغد عيشه أيها الأكارم. مرة أخرى نحدثكم حديثا ثقافيا عن إحدى الشخصيات الهامة وهامة من هامات الأدب المغربي، والتي للأسف لم تأخذ نصيبها من الشهرة إلا بعد مماتها. أنا منعزل في بيتي، لا أخرج إلا لماما أو للضرورة فقط، تغير. أنا رجل حساس ولا أريد النميمة ولا الغيبة بين المثقفين. صديقي قلمي وأوراقي. الأستاذ محمد يوسف لم يدرس الفلسفة نهائيا، ولكنه درس اللغة العربية في إعدادية نجد بالدار البيضاء، وأذكر أن أحد أقاربي كان من بينهم، وكانوا حينما يجتمعون في القسم يطلبون منه أن يقرأ لهم قصة، وكان بالفعل يستجيب لهم، كان يقرأ لهم قصة من القصص، إلى درجة أن أحد الأساتذة كان هنالك، وكان الأستاذ الزف آنذاك ينشر قصصه في مجلة الآداب بيروتية زمن سهيل إدريس رحمه الله. اللهم صل وسلم يا نوبارك على محمد، محمد يا العربي ويا الحجاج لا مشيتو.